بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في العام الدراسي الجديد 2020-2021، ونتمنى لكم الموفقية والنجاح، وإن شاء الله نتعاون سوية من أجل إكمال المنهج الدراسي المقرر. بالبداية أعرفكم بنفسي، أنا مدرس بشير أحمد، مدرس مادة خواص الوقود البترولي. فإن شاء الله نتواصل سوية من أجل إنجاح هذه المادة الدراسية. المحاضرة الأولى راح نتناول بيها المعلومات العامة عن النفط الخام ووجوده في باطن الأرض، والنظريات الخاصة بتكوين النفط الخام، والعمليات التي تصاحب إنتاج النفط الخام وتحويله إلى المصافي. في البداية احنا نريد نعرف ما هو النفط الخام. تعريف النفط الخام: The word petroleum organized from the Latin word، هي عبارة عن كلمة لاتينية تتكون من مقطعين، البترا والأوليوم. فمجموع هاي الكلمتين تسوينا البتروليوم اللي هو الوقود الصخري، الروك اند أوليوم اللي هو الزيت المعدني. فلهذا المصطلح راح يكون عندي الزيت الصخري. فالوقود او البتروليوم اللي هو يتكون من ثلاثة أشكال، على ثلاثة أشكال اللي هي السوليد والليكويد والغاز، وراح ناخذها إن شاء الله هذه بالتفصيل. وهو عبارة عن مركبات هيدروكربونية، وتسمى الكرود أويل أو النفط الخام، وتسمى أيضا الزيت المعدني مينرال أويل. عدد من النظريات اللي تم إثباتها حول منشأ أو تكوين النفط الخام. شلون تكون النفط الخام في داخل التربة؟ واحدة من النظريات اللي هي تعتبر النظرية الأقرب إلى الحدوث، أنه النفط الخام هو تكون نتيجة أنه الحيوانات أو النباتات على مر السنين انطمرت تحت سطح الأرض. وهذه النظرية اللي تتناول أنه وجود هذه الأجزاء الحيوانية التي تجمعت تحت سطح الأرض أو تحت السيدمنت أو الرواسب اللي هي تتكون في تحت سطح التربة أو تحت البحار لمدة ملايين من السنين. وجود الكائنات الحية في أسفل في باطن التربة، ووجود درجة الحرارة العالية والضغط العالي في داخل التربة أدت إلى تحول هذه المخلفات الحيوانية والنباتية إلى الزيت الصخري. والمصطلح اللي هو الكرود أويل، هذا المصطلح اللي الكرود أويل يعني إذا أنه المادة الخام اللي موجودة تحت سطح التربة، وهذا اللي هو راح يتحول بعد استخراجه إلى المصافي النفطية للحصول على مشتقات نفطية متعددة مثل الغازولين والأفياشن فيول، وقود الطائرات، والفيول أويل، وباقي المشتقات النفطية كما راح نذكرها لاحقا. الشكل العام للنفط الخام يعني من ناحية اللون يتراوح بين الأخضر الغامق إلى الأسود في اللون،
يعني لونه اما يكون اخضر غامق جدا او اسود. هذا يعتمد على نوع النفط الخام. هسه مثل ما راح نذكر لكم انه توجد عده انواع من النفط الخام اللي تختلف من ناحيه التركيب ومن ناحيه المنشأ، وهنا من ناحيه وجوده في التربه ونسبه المواد اللي داخله به، فاللون راح يختلف تبعا لهذا التنوع. الماء هنا الماء اللي موجود مع النفط مثل ما راح نتناوله لاحقا انه راح يتواجد ويا النفط، و يعني بعدين راح ينفصل عن النفط اللي يعني يشكل لنا المستحلب. يعني الماء مع وجوده مع النفط يشكل مستحلبات، فمثل ما راح نذكرهم لاحقا انه يجب ان نزيل الماء قبل أن يرسل النفط الخام إلى المصفى، ولعدة أسباب كما راح نتناولها لاحقا. هنا عندنا ما الفرق بين الكرود أويل والبتروليوم برودكتس والبتروليوم. هذه هي ثلاث مصطلحات، واحدة تختلف عن الأخرى مثل ما راح نذكرها. الكرود أويل هو المكسشر، هو مزيج من هيدروكربونات يوجد بشكل سائل طول فترة استخراجه من باطن الأرض وإلى أن يوديه إلى المصفى، يكون بالحالة السائلة. البتروليوم برودكت من اسمها المشتقات النفطية اللي هي المركبات اللي راح أحصل عليها بعد عملية التقطير أو الاستخلاص من الكرود أويل. فهنا راح يصير عندي مشتقات اللي هي عباره عن ليكويد هيدروكربونات، ليكويد هيدروكربون والناتشرال غاز. فهنا راح يصير عندي غاز طبيعي واللي هي مشتقات نفطيه بشكل سائل. البتروليوم هنا شنو تعريف البتروليوم؟ اللي هو الماده الاصليه اللي تكون حاويه على النفط الخام و المركبات المصاحبة له مثل الكبريت والنيتروجين والأكسجين والميتالز اللي هي المواد المعدنية اللي متكونة بالنفط الخام وباقي المواد. هاي هنا هي الفرق بين هذه التسميات. المركبات الأساسية اللي موجودة بالنفط الخام اللي هي احنا قلنا أساس تكون النفط الخام هو مواد هيدروكربونية، يعني شو معناته؟ يعني كربون وهيدروجين. أيضا يوجد النيتروجين والأكسجين والسلفر بكميات قليلة في النفط الخام، وتوجد أيضا معادن مثل الفناديوم والنيكل، هاي موجودة أيضا في النفط الخام. الخليط الهيدروكربوني يعني راح يتكون اللي يكون لي اصل النفط الخام اللي هي المعقدات، يعني اللي يسموها هاي كومبلكس، المعقدات العاليه مثل البارافين والنفثين والاروماتيك ستراكشر، مركبات بارافينيه نفثينيه واروماتيك. هذه المركبات increase with boiling range، يعني أنا كل ما يزيد درجة الغليان راح تزيد هاي الكومبلكس المركبات الكيميائية. يعني النفط الخام يعني حسب نسب تكون العناصر به يتكون من الكربون والهيدروجين والنيتروجين والسلفر والأكسجين حسب النسب المذكورة. فنسبة الكربون هنا تكون جدا عالية من 80 إلى 89 والهيدروجين من 12 إلى 14، النيتروجين من 0.3 إلى 1 والسلفر من 0.3 إلى 3 والأكسجين 2 to 3%. هاي هنا الشرح للنظريات تكون النفط الخام. النظرية الأولى هي النظرية العضوية، النظرية العضوية اللي مثل ما ذكرناها أنه من ملايين السنين المواد العضوية اللي هي للنباتات الميتة والحيوانات يعني غرقت في باطن الأرض أو تحت مياه البحار أو المستنقعات لمدة ملايين السنين، وهذا بسبب وجود الضغط
العالي ودرجة الحرارة العالية أدت ووجود الكائنات الحية أو البكتيريا أدت إلى تكون هذا النفط الخام. هنا زيادة درجات الحرارة اللي هي داخل سطح الأرض شنو تأثيرها؟ هنا تحطم السلاسل العضوية اللي موجودة في هياكل الحيوانات والنباتات. هي تتميز بهاي السلاسل بأنها سلاسل طويلة جدا ومعقدة. وجود درجة الحرارة والضغط والكائنات الحية تحطم هذه المركبات وتسويها مركبات أقصر أو أصغر حجما اللي هي تمثل لي الفورمينج الأويل أند ناتشرال غاز اللي تكون لي النفط الخام والغاز. لو نلاحظ هذا هنا المخطط اللي يمثل لي باطن الأرض، يعني هنا أشوف تحت سطح الأرض في يسموها هنا هذه المستودعات تحت الأرض اللي هي المستودعات الطبيعية اللي تشكلت مرور الزمن. أشوف هنا السولت ووتر الماء المالح فوقه اللي هو طبقة من الأويل، وفوقه راح يصير عندي هنا يعني مكان تواجد الغاز. شوف هنا هاي الطبقة اللي هي تكون قريبة بين الغاز والسائل راح تكون هو عبارة عن نفط و غاز اويل كونتينت. هنا هاي المنطقة فيها غاز واويل اللي هنا بعدين من راح يطلع راح يكون هنا عندي الغاز المصاحب، من اقول associated غاز يعني الغاز المصاحب للنفط. هاي المنطقة هي غنية بالغاز فقط، ولهذا توجد آبار تحتوي على غاز فقط، وتوجد هنا مناطق هي غاز مصاحب للنفط. وحسب الكثافة يعني ليش انه هنا انه الماء يصير تحت اسفل والبترول يصير اعلى، نتيجة انه كثافة البترول هي اقل من كثافة الماء، فلهذا يكون فوقها، والغاز هو اكيد انه اخف منها فيكون بالمنطقة العليا. النظرية الثانية هي نظرية مندليف. العالم مندليف افترض الى انه التربة يوجد بها نوع من المعادن كربيدات، زين، فهذه تكون التربة تحتوي على انواع من المعادن مثل الكربيدات. ايضا نتيجة وجود درجة الحرارة والضغط العاليين الموجودين في تحت سطح الارض هذه المعادن راح تتحول الى هيدروكربونات، وهي تبقى انه هي نظريات. من اسم النظرية إذن هي غير مثبتة، ولكن الأقرب لها أنه النظرية العضوية. شلون أجي أصنف النفط الخام أو الهيدروكربونات؟ هنا راح تتصنف عندي إحنا مثل ما قلنا أنه النفط الخام أو المواد الهيدروكربونية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: غاز، ليكويد، سوليد. الغاز كليتنا نعرف انه هو ناتشرال غاز او الغاز الطبيعي اللي يكون فيه مستودعات داخل التربة في اعماق بعيدة، راح يكون عندي ناتشرال غاز او الغاز الطبيعي. الليكويد مثل ما وضحناه سابقا انه هو البترول. البترول هو يعتبر سائل من استخراجه والى حين تصفيته الى المشتقات النفطية. طبعا هذا البترول يكون حاوي على الاسوشيتد غاز، هذا اللي قلنا انه الغاز المصاحب، يفرق عن الغاز الطبيعي، غاز مصاحب للنفط الخام. والكرود اويل والهيفي اويل. الكرود اويل هو النفط الخام، والهيفي اويل اللي هو الزيت الثقيل اللي راح نتناوله لاحقا بالشرح. السوليد هنا شنو المواد الصلبة اللي موجودة؟ اللي هي الفحم والأويل شيل اللي هو الفحم الصخري اللي يتكون من اللجنايت والسابيوتامين، وهاي هي هي أنواع من الفحم الصخري أو الفحم الحجري اللي أيضا تستخدم في الوقود. هذا هو الـ classification of earth organic sediment according to the hydrocarbon اللي هو موجود بالهيدروكربونات.
الكرود اويل سنجين الكرود اويل شلون يتصنف؟ هنا الكرود اويل يتصنف يعني حسب الكثافه مالته اللي هو لايت ميديوم وهيفي والفيري هيفي. هذا التصنيف، هذا التصنيف اللي على اساسه يقاس سعر النفط. احنا نشوف انه النفوط في العالم تباع باسعار مختلفه، وهذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على الكثافة والنوعية مالة النفط الخام. الـ API هو مقياس، هو مقياس لكثافة أو يعني خفيف أو ثقيل هذا النفط الخام. نشوف هنا اللايت API هو شنو معناته؟ API هي وحدة قياس دولية معناتها American Petroleum Institute، معهد النفط الأمريكي. اللي راح وضح فد علاقة راح ناخذها لاحقا انه شون احسب ايش قد الاي بي اي مالت النفط الخام. الاحظ انه كل ما كان الرقم للاي بي اي عالي كل ما كان هذا النفط يعتبر خفيف ومرغوب. ليش؟ لانه هنا العلاقة راح تكون هنا بين النفط الخام والاي بي اي والكثافة هي علاقة عكسية. من يزيد الـ API معناته أنه الكثافة قليلة ويكون النفط مرغوب أكثر. الميديوم اللي هو يتراوح بين 38 إلى 29. الهيفي اللي هو الثقيل يعني معناته أنه هذا الرقم من يكون قليل معناته كثافته عالية جدا فيكون غير مرغوب أو سعره أقل. والفري هيفي اللي يكون الـ API إلى 8.5. طبعاً هنا الـ API ما بي وحدات، ما بي وحدات لأنه عبارة عن يعني شون رقم على رقم ومو الكثافة وإنما الوزن النوعي اللي هو كثافة النفط إلى كثافة الماء، فكثافة على كثافة تختصر فيبقى الرقم بدون وحدات، وراح نأخذ هذا لاحقاً إن شاء الله. Production of petroleum. هنا شلون استخرج البترول؟ البترول almost always occurring along with the gas called natural gas. انه البتروليوم يكون مصاحب الى الغاز. فبعد حفر البئر اللي هو in the crust of earth، في تحت قشرة الارض، crust of earth قشرة الأرض، هنا إيش راح يتدفق عندي؟ راح يتدفق عندي الغاز والأويل، راح يتدفقون خلال الأنابيب اللي يتم حفرها. شلون يتدفق هذا؟ أكو ضغط محصور عندي تحت سطح الأرض، هذا الضغط راح يدفع الغاز والنفط إلى الخروج إلى خارج سطح الأرض. زين، هذا الضغط أحياناً بعد مرور الزمن راح يكون الضغط قليل، راح يقل الضغط، فألجأ إلى أنه أنا راح أضخ، راح أسوي مضخات أسحب بها النفط الخام عن طريق السحب بالمضخات، أو أنه إيش أسوي injection compressed gas or high pressure water، أنه أنا أضخ ماء حتى أزيد الضغط فيندفع النفط الخام والغاز من خلال هذا الأنابيب المثبتة. لما يكون احنا قلنا انه when the oil will contain both gas and oil، هنا لما يكون البئر النفطي يحتوي على oil and gas، نفط وغاز، يسمى الwet well، يسمى البئر الرطب، في حين انه لما يحتوي على غاز فقط يسمى البئر الجاف او dry well. توجد آبار خاصة لإنتاج الغازات فقط، وتوجد آبار لإنتاج الغاز والنفط. هذا الشكل هو أيضا يمثل لي تواجد المستودعات الغازية والنفطية تحت سطح التربة. نتيجة هاي شلون صارت هذه التجويفات؟ هنا نتيجة إلى تحرك التربة داخل الأرض بحكم وقوع الزلازل أو الارتجاجات، تشكلت هذه المناطق وصارت أنه بشكل طبيعي مستودعات طبيعية للنفط والغاز.
ما هي هنا pre-treatment of oil at oil field before refining؟ أكو إحنا هنا عمليات يجب إجراءها في الحقل النفطي قبل أن يضخ إلى المصافي النفطية. النفط الخام عندما أنا أستخرجه راح يكون حاوي على ماء وأملاح، ماء وأملاح والرواسب ورواسب، هذه كلها تأثر على نوعية النفط الخام. أنا ما أقدر أصفي نفط خام في المصافي وهو حاوي على نسبة عالية من الماء أو الأملاح أو الرواسب. ليش؟ لأن هاي بها تأثيرات ضارة على أجزاء المصفى أو على المعدات المستخدمة مثل المي. إذا أنا المي أضخه مع النفط الخام إلى المصفى راح يسبب لي مشاكل عديدة، وكذلك الرواسب والأملاح. هنا شو the natural gas is compressed to liquefy it. الغاز الطبيعي يعني يعامل بالضغط، يتعمد يسوي غاز مسال حتى يستخدم في المواقد وفي الطبخ وفي في العمليات الصناعية الأخرى. التركيبة مالت النفط الخام crude oil is come out of well may be content to. النفط الخام اللي ناتج من الآبار يكون حاوي على 25% water، وأملاح اللي هي عبارة عن MgCl2 CaCl2 وNaCl وأملاح أخرى بحدود بين 2000 إلى 5000 ملغرام على لتر، ورواسب من 1 إلى 1.5%. فبس يعني النسب المقبولة إنه الأملاح يجب أن تكون أقل من 50 ميلي جرام على اللتر، والووتر لازم يكون أقل من 3%. شنو مضار هنا الووتر؟ وجود الووتر بكميات عالية في النفط الخام هنا راح يحتاج إلى تسخين عالي في عملية الدستيليشن، يحتاج صرف طاقة للتسخين عالي، و increase its cost of transport راح يكلفني كلفة عالية للنقل. وأيضا المسبب الآخر forms emulsion with absorbed material like resin اللي راح يسبب لي هنا حدوث emulsion أو المستحلبات في النفط الخام. فهنا نشرح يصير لازم استخدم هنا كاسر الاستحلاب اللي هي مواد كيميائية تضاف حتى تعزل الماء عن النفط. فهاي هي مضار وجود الماء في النفط الخام. الكومبوزيشن اوف كرود اويل مثل ما قلنا انه النفط الخام يتكون من مواد هيدروكربونيه، وهما يكون سوليد ليكويد اند غاز. فهنا اللي هو قسم من هذه المواد يكون سيمي سوليد. سيمي سوليد يعني هي قريبه الى المواد الصلبه اللي هي مثل القار او يطلق عليه بالجير اللي هو يكون سيمي سوليد، ويكون اللي شكله بلاك ان كولر يكون شكله لون الاسود. وهنا ايضا يعني الكربون والهيدروجين نسبهم من 84 الى 86 والهيدروجين 11 الى 14. المواد الثانيه اللي موجوده بالنفط الخام اللي هي مثل السلفر اكسجين والنيتروجين اللي هي راح تكون بنسب مختلفة. هاي هنا typical properties of crude oil، هذا هو الجدول يمثل لي المواصفة المثالية للنفط الخام المتكون. هنا مثل ما قلنا انه حسب تكون النفط يتكون من بارافين او نفثين او ارومات. فالبارافين اللي هي الصيغة مالت CnH2n+2
اللي هي هاي general formula of paraffin. هنا هاي هنا تتكون لنا اللي هي عبارة عن isomerات. الايزوميرات هي شنو هي عبارة؟ الايزوميرات اللي هي عبارة عن وجود أكثر من شكل لنفس المركب العضوي. شوفوا هنا هسه مثل هذا البيوتان C4H10، وأيضا الايزوبيوتان هو C4H10، بس هنا شنو شكل السلسلة يختلف، هاي تسمى بالايزوميرات اللي هو نفس المركب ولكن يتكون بأكثر من شكل، ولهذا يسمى بالايزومير اللي هو نفس المركب ولكن يحتوي على مركبات مختلفة. وكذلك النفثين اللي هو CnH2n الصيغة العامة، واللي هو يتكون من 5 أو 6 حلقات من الكربون. هنا النفثينات هي متزامنة مع الأوليفينات، النفثين متزامن مع الأوليفين ولكن يختلف في الخصائص. هنا الخصائص اللي راح تختلف بيها اللي هي مثل الفيسكوسيتي، البور بوينت، والثيرمال كاركترستيك اللي هي راح تكون الخواص الحرارية لهذا المركبات. في حين الأروماتكس هي المواد المتطايرة أو المواد الخفيفة، اللي هو أبسط مثال لها هي حلقة البنزين، هي حلقة البنزين اللي هي تعتبر المواد العطرية الخفيفة. المواد الانورغانيك مثل ايش؟ مثل السلفر، مواد غير عضوية. احنا قد ايش قلناها عضوية البارافين والنفثي والعضوية غير عضوية اللي هي السلفر كومبوند. هنا السلفر راح يكون عندي باكثر من صيغة، يعني مو شرط بانه بس كبريت حر، يعني هنا راح يكون سلفر is found as most of the crudes in variable amount، في نسب مختلفة. هنا الأشكال اللي راح يكون بها وجود السلفر اللي هو free sulfur الكبريت الحر، الهيدروجين سلفات اللي هو H2S غاز، وجدا هذا الغاز جدا خطر ومضر في الصناعات النفطية، والميركبتان. الميركبتان اللي هي مركبات اللي هي مركبات الكبريت اللي لها رمز RSH، اللي هي RSH واللي تتميز برائحتها الكريهة. النيتروجين ايضا اللي موجود في يوجد بشكل حر في النفط الخام، والاكسجين كذلك بنسب مختلفه. ايضا النيتروجين exists in the form of الاندول، يعني هذه الانواع اللي موجود بها النيتروجين بهاي الاشكال، البيريدين والاندول. وجود النيتروجين يسبب لي عدد من المشاكل، اللي هي stability of product اللي هي ثباتية المنتج، وعندي وجود النيتروجين يسبب لي بنسب عالية عن النسب المسموح بها، يسبب تسمم بالعامل المساعد اللي مستخدم في بعض العمليات النفطية، ويسبب أيضا تكون الصمغ، والصمغ راح مثل ما راح ناخذه أنه بمشاكل عندما يستخدم وقود حاوي على صمغ بنسب عالية في المحركات. والنيتروجين راح يعني يتواجد بصيغتين، أساسي وغير أساسي. الأسفلت هنا الأسفلت والرزن والبيوتامين اللي هي هاي المركبات اللي تكون ثقيلة واللي تكون درجة غليانها جدا عالية. هذه المواد الثلاثة اللي هي راح تكون موجودة في النفط الخام، ويجب أن تكون بنسب معينة. زيادة هذه النسب تؤثر على قيمة النفط الخام، من تزيد هاي النسب لأنها تعتبرها مواد ثقيلة فتأثر على قيمة النفط الخام. هذا الجدول يمثل لي النفط الخام اللي يكون صالح لل suitable for refining، نفط يعني شلون صالح لي انه عملية التصفية، وجود هذه المركبات الريفاينري غاز اللي هو من السي 1 للسي 4، اللي هو شنو السي 1 سي 4 اللي هي ميث ايث بروبيوت اللي هي هذه المركبات الغازية،
liquefied petroleum gas C3 C4 نشوف اكو تداخل في المراحل النفط الغازولين الكيروسين aviation turbine fuel fuel oil lubrication oil wax asphalt والكوك. هذه هي المركبات الأساسية للنفط الخام اللي راح يتم فصلها في المصافي النفطية. إلى هنا تنتهي محاضرتنا الأولى، وأتمنى أن تكونون استفدتم منها، وشكرا جزيلا.